وزارة النقل والإسكان قاموا بدور رائع في شبابيك حجز خصيصاً لذوي الإعاقة في محطات المترو ومحطات القطار، تخفيضات تصل ل100% بدءاً من 50% ل100% في قيمة التذاكر بالقطارات المكيفة والعادية، وتذكرة المترو ما زالت ب50 قرش. 4 كراسي بكل عربة قطار مميز ومطور. نتمنى أننا كلنا كمواطنين نحترم هذه الأماكن ونبقيها مخصصة للأشخاص القادرين باختلاف. في 4 كراسي متحركة بكل محطة مترو وكراسي كهربائية بيتم التنسيق فيها ما بين التضامن والنقل. تخصيص أيام إضافية لحجز الإسكان الاجتماعي، وزارة الإسكان بتقدم خدمات الإسكان الاجتماعي 5%، بتقدم أيام إضافية قبل الحجز وبعده، سهلت الحجز على موقع جغرافي، وفي متابعة لتطبيق الكود الهندسي في المنشآت الجديدة.